السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي. طبعا عندي شرح بالنسبة لمسألة تنظيف الملفات بعد الفورمات. طبعا أنا ثبتت ويندوز 11، طبعا ترقية ويندوز أولد سوالف، لكن هسه خل أشوفكم جد حجم الملفات بعد التنظيف جد راح يصير. NVDA 6 2004 هذا الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر الشخصي. وين سناب؟ القرص المحلي، الأجهزة ومح القرص المحلي. سي واحد سادس سي، نشوف جد حجمه. خصائص القرص المحلي. سي عام النوع، القرص المحلي نظام الملفات. NTFS المساحة المستخدمة 31 مليارا و100 مليون و 31 جيجا. هذا الكمبيوتر شلون طلعت؟ ضغطت Alt وانتر وضغط Application خصائص، اطلع كم معلومات. هسه احنا شو نسوي؟ نروح للاعدادات، قائمة تبدا حرف الهاء. اعدادات settings مربع، ندوس تاب الى النظام. النظام واحد من 11 المستوى واحد. انتر، بعد ما ضغط انتر ندوس تاب. النظام desktop eoc micros windows up جهاز العرض واحد. الان نزل رقم مساحة التخزين. صب التركيز على طاقة مساحة التخزين 6 من 15. مساحة التخزين، مساحة التخزين الملفات المعقدة تم استهلاك الصفر بايت. ندوس تاب. اظهار عدد اكبر من الفئات. اظهار عدد اكبر من الفئات، ضغط انتر. القرص المحلي. سي تصفح بالتابع، نقول الملفات المؤقتة. الملفات المؤقتة انتر. الملفات المؤقتة يتم الآن الفحص. عملية عمليات تثبيت. ويندوز السابقة يتم الآن الفحص. عملية عمليات تثبيت. ويندوز السابقة 6 و4. انتظر شوي لحما يكمل. سعنا ندوس تاب. تحديثات، عرض إعدادات التحديث، الحصول على الخلف، التحديث، عملية عمليات تثبيت. ويندوز السابقة الملفات احنا راح نحدد كل شيء، بس اللي اذا عندك شيء بالتنزيلات مهم خرج، راح يذفع تنزيل، اضغط عليها مسافة نحددها لهذا الويندوز اولد. مسافة محدد، ملفات التحسين اداء التسليم يتم استخدام مسافة غير مسافة محدد. نحدد الكل طبعا. ملفات السجل مسافة غير محدد، صور المصغر مسافة غير مسافة، ملفات المسافة غير مسافة محدد، برنامج المسافة غير مسافة، التنزيلات تحذير هذه الملفات مسافة محدد. حددت التنزيل. ذاكرة التخزين المسافة غير مسافة محدد، تقارير اخطاء مسافة غير مسافة محدد، سلة المحذوفات تحتوي مسافة محدد. حدد كل شيء داخلها. إذا تيدك مثل ما تحذف التنزيلات شيل التنزيلات من التحديد، ها راح ينظف كل النظام. وغط شفت تاب، راح يقولنا عدد الملفات ايش قد راح يزيدها. تحديث إزالة الملفات، إجمالي ما تم تحديده 10.9 جيجا بايت. 10.9 جيجا، اعطيه انتر. إزالة الملفات، إزالة الملفات سيتم حذف الملفات المحددة وبياناتها نهائيا. تحذير يلقي نعم. إلغاء الأمر متابعة، متابعة إلغاء الأمر يتم الآن إزالة. عملية عمليات تثبيت. ويندوز السابقة، ننتظر لحما يهدف كل شيء بداخلها، راح يوفر لنا المفروض 10 جيجا. سادة بس خلي يكمل، ندخل على مكان ثاني من كذاك ننظفه، اللي يعني اكو شغلات معروفة عندنا سابقا ضمن الشرح سابق شرحته اللي مال تيمب وبرفيتش وتيم، لكن هالمرة ندخل لها من داخل السي، ما يحتاج نروح له نكتب أمر هاي سوالف. إعدادات settings إلغاء الأمر. بعد ما كمل انتظر حما يكمل، لأن 10 جيجا وشوية مو قليلة. طبعا نسوي الويندوز 11 مسألة التخطي جدا مزعجة، فللأسف قاعد نجبر ثبت ويندوز 10 بعد ذلك نثبت ويندوز 11 فوقها. السبب ان هذه نسخة الويندوز 10 اللي عندي معدلة شبه مفرغة، فهسه بشوفه بعد ما امسح كل شيء من اعدادات. هسه عندي ويندوز 11 بحجم جوز 15-18 جيجا، اقصى حد يوصل 20 لان مفرغ يعتبر. خليكم ونشوف وياكم. انتظر ثواني ان شاء الله حسب حجم الملفات اللي موجودة بداخل ويندوز حتى يدفن. الاعدادات settings الغاء الامر. انتظر ثواني ان شاء الله. تحديثات، عرض اعدادات التحديث، الحصول على تحديثات، الغاء الامر، المزيد، الغاء الامر. انتظر الحماية يكمل.
طبعا هسه بعد ما تم حذف الملفات بعد تقريبا 3 إلى 4 دقائق، يعني مو أقل، 3 أو 4 دقائق طوله تقريبا. هسه بعدها قاعد يكمل طبعا الإجراءات. 2024 مربع البحث العثور النظام واحد من أحد المزيد تحديث. تحديث. إلغاء الأمر يتم الآن الفحص يتم الآن. خلينا نشوف إذا أكو شيء بعد. تحديثات عرض إعدادات التحديث. تحديث برنامج الحماية من الصور المصغرة يحتفظ برنامج المسافة غير مسافة صور المسافة غير مسافة محدد. حذف زين. هسه احنا نترك اللام مفتوحة. نروح لهذا الكمبيوتر. 2024 هذا الكمبيوتر هذا الكمبيوتر. نروح للسي. هذا الكمبيوتر الشخصي. سطح المكتب. هذا الكمبيوتر طريقة ويندوز وين سيت اب. القرص المحلي. سي واحد. طريقة عرض. ندخل داخل نروح إلى ويندوز. بيرف لوكس 2 من 8 دبليو ويندوز 5. طريقة عرض العقد. ننزل نلقى تيمب بالحرف التي بالإنجليزي اللي هو حرف الفاء بالعربي. تابي 71 من 104. تاسك تيمب 73 تيمب ليس لديك طيب ويندوز. انتل كون تايبس كاش 1 من 15. سو سيلكت اول كنترول وشين او اي كل العناصر. شيفت وديليت. حذف عدة لا نعم تم. طريقة عرض العناصر كون تايبس كاش 1 من 5. نحذفهم كلهن. طريقة هسه تاسك 72 بروفيشنال. نروح بحرف البي اللي هو حرف الحاء. بيرفورمانس 42 بلوف بولس بريفيتش برنت بريفيتش 45 بريفيتش. وضع انتر. بريفيتش هم كذلك انتر. ويندوز طريق 7 Ready Boot 1 من 258. سأل Select All. تحديد كل العناصر. Shift to Delete. حذف عدة عناصر. لا. نعم. Prefetch. طريقة عرض العناصر. Ready Boot 1. حذف كل شيء. طريقة عرض. حسن آخر شيء عندنا موجود داخل هذا موجود رح بعد الثاني. ضغط حرف ال S للسين. SH Cache 52. انزل نلقى System. Schema. Service. Setup shell shellx skb software distrib speak software distribution 6 software distribution نهاية software distribution. هذا نضغط عليه انتر. software distribution طريقة عرض. ننزل هنا download. download 2 شوف حجم جيد. خصائص download عام النوع مجلد ملفات الموقع. c windows software distribution الحجم 504 500 ميجا بايت. طريقة عرض العناصر دخلت بداخل المجلد 6 و5. شنو هذا المجلد يحتوي وشنو هذا الملف؟ هذا المجلد يحتوي على الملفات مال تثبيت التحديثات النظام اللي تم تثبيتها او ظلت المخلفات مالته. هنحدد الكل تحديد كل العناصر كذلك شفت جديد. نعم طريق تم يقول لك متابعتي باستخدام حقوق مسؤول. طيب تنفيذ هذا المسافة محدد. نحدد مربع. متابعتي باستخدام حقوق مسؤول تلقائي. إيقاف العملية مؤقتا غير محدد للقراءة فقط. صفر بالمئة. راح يحذف كل شيء طبعا بس داخل المجلد. هي 500 شوية ميجا بايت. 10% 10% عشرين بالمئة. طبعا هذا كل هاي الشغلات اللي تم حذفها راح تسرع من الويندوز خلي اخاف 30% حتى من ناحية الحجم كذلك راح يصير حجم اقل 40% 40% خمسين بالمئة خمسين بالمئة ستين بالمئة ستين بالمئة سبعين بالمئة سبعين بالمئة ثمانين بالمئة ثمانين بالمئة
90% طبعا طول حجمني شويه. بالمئة غير هسه خلصنا من عندها. طريقة نرجع الباك سبيس طريقة مستخدمون 6 مستخدمون اذا مسوي ظهر الملفات راح تلقى مستخدمون ديفولت 2 من 3 2024. نضغط على اسم المستخدم اللي تم سميه. طريقة ارتباطات @data1 من 14. نضغط على اب داتا واذا ما ظهر شلون تفتح الران اللي قامة تبدأ وحرف الار تضغط نسوى تشغيل يكتب اسمه برنامجي تكتب A اللي هو حرف الشين B B اللي هو حرف الحاء مرتين P P D D A A T A صح. Add data طريقة عد العناصر local غير محدد 1 من 3 نوضع عليها مسافة نحددة طريقة عد العناصر همي كذلك temp icons virtuals temp 10 من 12 temp طريقة عد العناصر 5424,064,406,896 غير محدد 1 من 30 حدد كل تحديد كل العناصر كذلك شفتوا delete حذف عدة لا نعم temp الملف قيد لخطي مسافة يقول لك الملف قيد استخدام تنفيذ هذا الإجراء مسافة محدد يقول لك الملف قيد استخدام طيب أحدد مربع بعد ذلك طيب تخطي ليش؟ لأن هذه الملفات مستخدمة داخل الفيديو غير إعادة المحاكاة خطي 100% 10 2 27 F3E1A الملف قيد إعادة الإلغاء 10 52 الملف قيد إعادة إيقاف العملية إلغاء طريقة عد العناصر NVDA نقطة log 9 من 9 هذا طبعا بعد ما يتم إعادة تشغيل الحاسبة راح ينحسن إذا تحذف تحذف Virtual Store 11 من 2 طريقة Roaming 3 طريقة Goldwick Adobe 1 من 5 نعرف هذا موجود من كذلك أدوبي إنه هو يجي افتراضا Microsoft 2 NVDA WinRAR 4 هسه بعد ذلك هسه 2004 نرجع للمكان اللي كنا به صفح المكتب إعدادات ما التنظيف اللي هو داخل الإعدادات بعدين النظام بعدين مساحة التخزين ظهر الملفات ملفات مؤقتة سوي تحديث تحديثات عرض إعدادات صور المسك تحديث سوي تحديث الأمر حتى يسوي الآن الفحص تنظيف ويندوز أبديت يتم الآن الفحص 83% 100% صور المصغرة يحتفظ برنامج الحماية صور المسافة غير مسافة برنامج مسافة غير مسافة ملفات اللب مسافة غير مسافة محد تحديثات تحديث إزالة الملفات إجمالي ما تم تحديده 8.88 إزالة الملف المتابعة إلغاء يتم الآن إزالة انتهت عملية مسح الملفات المؤقتة 100% تحديثات عرض سنشوف الويندوز إيش صار 2004 هذا الكمبيوتر طريق القرص المحلي خصائص القرص المحلي C عام النوع القرص المحلي نظام الملفات NTFS المساحة المستخدمة 17,400,000 17 وكان عندنا 29 يعني 12 جيجا عدل هاي طبعا بعد التحديث ولا تجدون هذه الطريقة إن شاء الله رب تكون استفادتوا منها ولأي استفسار قلنا سألوا من المجموعة أو بالتعليقات تحياتي.